استمجاد المولى عبد العال عبد الخالق الشهير بصابر الصعيدي عبد الخالق، محافظة الأقصر، مركز إسنا، قرى النجوع بحر، قرية النجوع بحر. حياة كريمة بصراحة، فات النجوع بكثير. قبل حياة كريمة ما كانش عندنا صرف صحي ولا كان في صرف صحي، وحاليا دخل الصرف الصحي ودخلت المرافق كلها وتليفونات جديدة وخطوط جديدة للتليفونات، وبنت بيوت عندنا كثير قوي، يعني ربنا يبارك فيها ويبارك في القائم عليها إن شاء الله ويديروا الصحة.